المنتزه الوطني لتزكا والمحميات اللي دايره به فين جبتكم اليوم باش نكتشفوا اشنو مخبي لنا اقليم تازا من خيرات طبيعيه من مناظر ومن انشطه سياحيه. وكم مجموعه هاد المره غنترافقوا مع سلام واسامه جوج شباب مولوعين بالصفر وروح المغامره. ايوا الا بغيتوا تعرفوا اشنو كيتسنانا في هاد الرحله ها هو الملخص. السيركوي اللي كيتسنانا هاد المره سيركوي استثنائي، عندنا فيه يومين اللي من خلالها غادي نستغوروا وحده من اطول اغرب واجمل المغارات اللي كاينه في شمال افريقيا اللي هي مغاره الشعره. غنتعرفوا على المؤهلات الطبيعيه والسياحيه المنتزه تزكى الوطني، ولا كتاب غادي نكتشفوا حتى الانشطه الرياضيه اللي كتمارس ما بين شلالات ايت اسماعيل وبحيره بابلوطه. أنس اش موجد لنا اليوم في البروغرام؟ ان شاء الله هذا النهار غنزوروا مغاره الشعره اللي كتعتبر ثاني اطول مغاره في المغرب، وان شاء الله غندوزوا في لوباك ديال تزكا. قبل ما نوصلوا للمغاره غندوزوا عند شي لابيتون اللي غنبدلوا الحويجات ديالنا وغناخذوا الحوايج ديال لاسبيليو. نقدروا نديروا في المغاره تقريبا واحد 4 ساعات. شحال غنتمشاو فيها بزاف؟ غنتمشاو بريسك واحد 4 كيلومتر ونص كلها تحت الارض. سي انس حرق لينا المراحل، ما خللناش، تخلي لنا التشويق شويه باش نكتشفوا سوق بلاص. مازال تما الهضره. ياك شكرا. سي بارتي. ياك سمعتوا انتم شنو كيتسنانا في هذه الرحله؟ ايوا يلا معنا انتم باش تكتشفوا. انا ما عندي منس وغير ركبه فهاد الطوموبيل بحد ذاتها كتدخلك في الاجواء ديال المغامره. مرحبا بها. و سي تري براتيك سيكوريزي كلشي مزيان. امتيزان. شكرا على الله سي محمد. يا بسم الله. مشينا. انا فا. ممتازة ياك، شنو كدير في الحياة؟ خدام في الميدان البنكي. السيمانة كتكون بالكرافطة وبالكوستوم ماشي بالصباط. الويكاند كتحيد الكاسكيت. كنحاولوا نديروا حوايج اخرين اللي منهم ملي كيكون الوقت دي ديكوفيرت بحال هكا ديال الطبيعة في المغرب أساسا. شكون فيكم اللي اختار هذا السيركوي وعلاش بالضبط هذه المنطقة؟ اختيار المنطقة اختاريناها حيت حنا ولاد لا ريجون، دونك بالنسبة لنا كاين افتخار وفي نفس الوقت بحال غوتور غوسورس، رجوع إلى الأصل. إذا كنتحركوا شوية في المغرب بغينا نجيو لمنطقة تازة. بالضبط هذا السيركوي هذا سيتي اختيار لا ريكومونداسيون ديال السي أنس، حيت يقول لنا فيغ ديكوفغيغ سبيسيفيكمون هذه المغارة ديال الشعرة اللي هي ما معروفاش بزاف، اللي هي في نفس الوقت الناس اللي كيبغيو يديروا حتى تم كيسميتيها استيغوار ستادير لا سبيريولوجي، هي من الحوايج اللي زوينه وفي نفس الوقت ساهله. من سد بابلوطه في اتجاه مغاره الشعره غنطلعوا تقريبا من 600 ل 1300 متر الارتفاع من مستوى سطح الماء، وما حدنا غاديين وكنتعمقوا في الطريق وما حد المناظر الطبيعيه ما غير كتزيد تبهر فينا. مرة عندنا المنظر على البحيرة والغابات الكثيفة اللي دايرة بها، ومرة كندوزو على ضيعات فلاحية فين ماليها خارجين الحصاد. وحنا غاديين حتى كنتفاجئوا بواحد النوع من الصخر اللي منتشر في كل جهة بطريقة عجيبة. ومن بعد ساعة تقريبا ديال الطريق وقفنا عند واحد العائلة في فيلاج كوان باش نبدلو حوايجنا ديال لا غوندوني بحوايج خاصة بالاستغوار. اوبا والله الا هاد الركبه مخيره، منها كتخليك تمتع بالمناظر اللي دايره بيك، منها كنخلقنا واحد لومبيونس زوينه ما بيناتنا، ومنها كتكونوا ساهمتوا في التنميه المحليه ديال الناس المنطقه. دونك خاصكم تجربوها اولا. ضروري. كيف جاتكم هاد الركبه؟ غزاله. اللي ما عمرو جربها خصو يجي يجربها. كوان كوان تقريبا اون ا كي لاتيتود. حنا صافي لبسنا لي كومبين ديال الاستيغوار وبقات قدامنا واحد 1/4 ساعة تقريبا ديال المشي باش نوصلوا لمغارة الشعرة. نسيت بعدا كما سولتكم كي جاتكم هاد اللبسة؟ هاد لو سيركوي اللي غادي نديرو اليوم درت فيه اون بارتي دو فوا بريسك، جي فو با مال دو شوز، مي سا باغ كونتخ لا غروت بالضبط، جي جامي ايتي دون لا غروت، سا سي اون ديكوفيرت باغ كونتخ. اي سي سكي بو في هاد لا ريجيون سي كو اشاك فوا كتجي لهاد لا ريجيون وكتجي لشي بلاصة بالضبط كتكون سي سور كو ما شتيش شي حاجه في ذاك البلاصه واخا جيتي لها جوج ولا ثلاثه د المرات. سوربريز.
مغارات الشعره مخبيه. علاش سميتها الشعراوف؟ على حسب المنطقه الشعره، وعندها اسم واحد اخر الكاف الاحمر اللي كتعتبر الثاني اطول مغاره في المغرب والرابعه افريقيه. واو. وشكون هو اللي اكتشفها اول واحد؟ اكتشفت من طرف الانجليز 1966. واو. وفيها اطول نهر تحت ارضي اللي تقريبا الطول ديالو 7 كيلومتر و650. واو. وفيها هي تقريبا فيها جوج ديال الطبحات. سي انس، هاد المغاره شنو هي الطريقه باش بنادم يقدر يوصلها؟ ضروري يكون معاه. بالنسبه للمغارات كنصيحه من عندي، مغاره تمشي مع مخصص، مع مستغرب اللي غادي يعطيك وغادي يفيدك في الصح ديال الطريق. سي بارتي. ودابا حنا غادي نحاولوا نساو العالم الخارجي شويه، غندخلوا نتغوروا في المغاره، وانتم خليكم معنا باش تعيشوا هذه المغامره معنا. المهم غير هما كي غيديروا تيدوزوا مع طوال. دابا لا تكنيك ديالها هي تدفع برجليك، ياك كتجلسي بالرجل وكتبقى غادي وكتحك مع الارض. والمغارات اللي كيكونوا فيرتيكال ومنهم حتى هاد المغارات هادو راه كيكون انه البحر كان شحال هادي هنايا في هاد لا ريجيون، وداك البحر هو الماء اللي كيكون داك المغارات. يعني كل ستراكتات كيتكون هنا عنده مده طويله. شحال تقريبا؟ ما بين كل سنتيم كيتكون ما بين 80 حتى 100 سنه. عندك هنايا الفيزيك داك راسك. واخا بارطاجي الميساج. عندكم دوزو من هنا يضربكم راسكم، سمعتوني ولا ما سمعتونيش؟ هناك سمع. واللي زوين هنا القضيه مبرده، حنا دايزين والما كيقطر علينا. دابا بدا المعقول. ندخلوا للماء. هنايا غنبداو يعني غنتمشاو في الماء، يعني كاع الحاجه اللي بورطابل اللي كان عندك من الاحسن يكون الفوق. الماء هنايا كيوصل غير لتحت، ما في واحد لاباشي هنايا كيوصل لحد 3 سنتيم. داكوغ. شحال درجه ديال الحراره ديال المغاره؟ بالنسبه للمغاره ما بين 12 حتى 14 درجه. ما بين 12 حتى 14 درجه. هاد بدينا وهنايا نحاولوا نمشيو خط واحد على حساب كاين الجرح. هذا هو السر، كتقدر تسجل حق في رجليك، هذا هو يعني كتبارطاجي مع الانتباه في المنصور. وما حدنا غادي وكنتعمقوا وسط المغاره، وما حد التشكيله ديال الرواسب ديالها كتغير لا في الحجم ولا في اللون. واللي عجيب في هذا الاستكشاف هو المستويات هنا كتختلف، كاين الطبقه اللي عاليه وناشفه كتخلي لينا المجال في نهزوا عينينا ونتمتعوا بروعه الاشكال الكنسيه، وكاين الطبقه التحتانيه اللي خاصنا ولا بد نقطعوها وحنا النص ديال الجسم ديالنا داخل وسط واد الشعر. المشويه بقى شي حاجه اللي ما شاء الله التكوين ديالها السنين باش تكون، ترى كتشوف هنا واحد ملايين السنين سبحان الله. حجر جيري امطار، يعني الحمضيه اللي كتدخل للمغاره
اكسيد الكربون كيعطيو هذا كيعطيو هذا الحجر الجيري. وهذا الحجر الجيري ما كان ما خصناش نصطمو عليه وما خصناش نوسخو لانه كيعطي واحد الجماليه اللي زوينه بزاف. هو اللي كيعطي هذا اللون البيض هذا. وحتى وصلنا لاخر حد في المغاره، البلاصه اللي لقبوها المستغربين الاجانب بالمقبره، غير حيت الشكل ديال السطلاجميت ديالها كيتشابه مع شكل القبور. كنتفاجئوا بأناس كيطلب منا نتفرقوا، نجلسوا على شكل دائره وكل واحد فينا يطفي الطوخ باش مدوي ينسى كل شيء في جوج دقائق وسط الظلام، يفكر غير في اللحظه ويركز مع كل قطره كتنزل. يعني الإحساس ديالكم من بعد هاد الخمسة دقايق تقريبا، عشتوا واحد الراحة وبقيتوا كتفكروا غير في هاد المكان؟ وي. يعني نسيتوا العالم الخارجي؟ والله ما كتقفلوني هنا. لا، أي واحد ما كيكرهش يبقى حتى واحد أطول مدة. شي كنعاودوه لكم، مي خاصو يتعاش، مي وحق الله الا سي 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 سانسير سي عرفتي، راه واحد الراحه داخليه حسيت بها، واحد بحال قلتي كن جو مي كونيكت مع الذات ديالي. لو غوتور من الباراديس، باراديس سور تير، سيتي مانيفيك. ميرسي ميرسي أناس، ميرسي ميرسي لا ناتور سورتو. اون ايتي رافي، اون ايتي اون اي فريمون هورو. الحمد لله، هو فرحانين اللي خرجنا، ولكن الصراحه ما كرهناش نبقاو شويه اكثر لداخل. اللي ما جاش وشاف بعينو ما عندنا كي نديرو نعاودو. والصراحه أناس كيستاهل اكثر من اننا نصفقوا عليه، حيت بلا بيه ما كناش نقدروا نستكشفوا هذا الكنز المخفي تحت الارض. ايوا اجي ونعرفوا اشنو هي بالضبط المهنه ديالو. الاسم ديالي محمد أناس ابو عبد الله، مستغوير في الجمعيه المغربيه للاستغوار والسياحه الجبليه بمدينه سازا. اللي خلاني نكون مستغوير وهو حب الاستكشاف وحب الجبال وحب الوديان، حب كاع الطبيعه، خصوصا حنا باقليم سازا عندنا بزاف ديال المغارات، ونبغيو الناس تعرف هاد لا ريجون ديال سازا باش كتزدهر. راه كتزدهر بزاف ديال الوديان، بزاف ديال الانهار، فيها تقريبا اكثر من 360 مغاره. هاد الاستكشافات كيجيو مثلا كيجيو غير بارازار، خصوصا الرعاة الغنم اللي كيكونوا كيرعاو الغنم في الجبال، حتى كيخرج في شي مغاره اللي جديده اللي ما معروفاش، اللي هو كولد الدوار عمر شي مستغويرين جاوا لذاك المغاره، واللي كيعقل على الموقع ديالو ديال ذاك المغاره وكيتصل بينا، وكنمشيو حنايا وكنشوفوا وكنستكشفوا ذاك المغاره. مؤخرا هذه واحد العماين استكشفنا تقريبا جوج المغارات. ملي كنمشيو للاماكن الخلابه يعني اللي ما معروفاش، كنحاولوا ناخذوا صور وناخذوا معلومات كبيره على هذه الاماكن وفيديوهات، ونحطوهم في لي ريزو سوسيو، يعني باش يتعرفوا الابعد ويعرفوهم الجميع، ماشي غير المغاربه يعني حتى الاجانب. وهذا الفضل كيرجع ماشي غير ليلي ولا الاخوان، راه كيرجع كاع الاخوان كلهم بمدينه اقليم تازا اللي كينشطوا في السياحه واللي كيعرفوا بهذا المنتوج هذا، احتراماتي زعما ليهم وكنشكرهم بزاف. الحمد لله، كي صباح الخير. صافي شويه. اشنو كيتسنانا اليوم؟ هاد النهار كيتسناكم بروغرام رائع. شوفوا بعدا شنو غناكلوا هاد الصباح. بروغرام ديال الماكلة، هاد البروغرام لاكتيفيتي. بالنسبة للبروغرام ديال الماكلة، كاين لا ريجون ديال تازا معروفة بهاد الأكلة الجبلية، أغلبية كناكلوها غير في الجبل، لأن كيكون بهاد السمن وهاد الزبدة البلدية كتكون ديال المنطقة.
كتسمى خبزه ولبزه. خبزه ولبزه هي عندها جوج طريقات الاكل ديالها، كاين اللي كيرفسها وكتاكل بحال الرفيسه بحال داك الشكل، كاين اللي كيحط على المورسو ديالو ياكل نورمال مع بيان سيغ مع زبيده بلديه. كيغمس انس موريتاش فوقاش علاش كنسميوها خبزه ولبزه؟ شنو هي اللبزه فوقاش كت خبزه ولبزه؟ هذه هي الطريقه ديالها، كنقطعوا شويه منها مثلا هكا وكنبداو نرفسو. اون جينيرال خشي واحد كبير في العائله تواكيد للوالده ولا لي كرون بارون كيفرتها بحال هكا كتهزي شويه غير باليد داكشي ديما البركه ديالو. يلا يا بزاف ناخذو بحال هكا اييه غير باليد بحال هكا شويه داكشي. ايوا سي انس شنو عندنا اليوم في البروغرام؟ بالنسبه ان شاء الله هذا النهار في البروغرام من بعد ما نساليو الفطور غادي نشدو الطريق دوار تمرغوت. دوار تمرغوت اللي جاي يجي منطقه ديال مغراوه تابع لاقليم تازه، اللي كاين تما واحد الواد ايت اسماعيل اللي غنديروا فيه رياضه الكانيون. ومرورا بهذا الطريق غندوزو على الباك ديال تازكا، وغندوزو على باب بودير وعلى واحد الباحه الصراحه. ايوا سوبر. وانتم صباح الخير عليكم، اليوم نهارنا الثاني في هذا السيركوي. كيف سمعتوا كيتسناونا انشطه واكتشافات بزاف، دونك دابا غادي نحاولوا نشارجيو مزيان لي باتري باش ننطلقوا في الرحله ديالنا. ايوا خليكم معنا وبسم الله كلوا. مع سالينا الفطور درنا الديباغ، وهاد المره ماشي في 207 بالسياره ديال سلام باش ناخذ وقتنا نستمتعوا بالطريق ونوقفوا وقت مرشقات لينا. علي مرحبا بك في تازا. وفي قبالتنا من بعيد هذاك اللي كيبان هو جبل تازكا، 2000 متر تقريبا الارتفاع، اللي القمه ديالو كلها مغطيه بشجره الارز. هذا المنظر غيبقى مرافقنا 21 دقيقة تقريبا حتى ندخلوا في البيريمتر ديال المنتزه الوطني لتازكا، ثاني أقدم منتزه وطني في المغرب من وراء منتزه توبقال، منتزه غابوي بامتياز اللي تنشأ من 1950. غرفتنا باب بودير بواحد 4 كيلومتر تقريبا في اتجاه راس الماء، خرجنا في الموقع الترفيهي بوحياتي، قررنا نديرو وقيفة فيه باش نستمتعوا بالهدوء بالظليلة بالهواء النقي على كاس ديال أتاي بالعشوب. وهي هذيك فين تلاقينا مع عائلة خرجت نزه مع وليداتها، اللي الباحة موفرة لهم مرافق ترفيهية فين يلعبوا، فين يديروا دي بيكنيك، ومبسطة لهم حتى المعلومات على أهمية هذه المحمية الوطنية. كبيرة هادي أنت؟ وي تقريبا واحد نص ساعة عندنا نوصلوا لشلال دغدير 7 اللي هو من بين الشلالات اللي كاينين في هنايا في الواد، واد ايت اسماعيل ولا واد الشرف، عنده جوج الاسماء. يلا اكتيفي اكتيفي سيدي الزوز، يلا سيدي الزوز، يلا شوية الحماس بيب بيب لأنك معروفه به هنا المنطقه. زعتره زعتره اللي شربنا مع اتاي. دوك كتقدوها كتقطعوها كتعمروا بها اتاي. تي فروت غزاله ريحتها. تي فروت تي فروت تي فروت حك 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 يديك. هنايا المنطقه معروفه المنطقه معروفه بالمعجن، كاين الزعتره كاين الزعتر كاين الازير كاين فليو كنظن كاين زينس اتاي راه كاين زانتاس. بالنسبه حتى اللي كتحت زانتاس كاين العسل زانتاس معروفه هنايا بزاف في لا ريجيون. صحتكم صحة وراحة وسلامة. الله يعاونكم. طريق السلامة. لا 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 لا. وحنا في نص ديال الطريق بدا الجو كيتقلب، هو أنس علمنا باللي جاية الشتا، ولكن حنا صممنا نكملوا ما حدنا جينا حتى لهنا، حتى لو ما قدرناش نديروا ديك ساعات الكايونين، على الأقل نكونوا اكتشفنا الدنيا كيف داير. إيوا الرعدة خاصنا نديروا الأمان ديالنا. هذه واحد الناحية أخرى راه الحمد لله زعما الشتا في هاد الوقيتة سي تخي بيان. كاد الرعدة كيكونوا في الأول الصيف وفي التالي الصيف كيكونوا شوية صعب، يعني كنخليو نديروا الأمان ديالنا ونأني لو بروغرام،
ان شاء الله تخرج شميشه وغنعاودوا لو بروغرام ديالنا بوحدنا كنا غنزعموا اي سي اون موفي شوز اللي ما كانش خصنا نديروها غلط شفت فيكم هو الواد ما كنلعبوش معاه وخصوصا في الرعداس مازال تقدر ديروه في الوقيتات الشتاء والشتاء كطيح ماشي مشكل مي ديروا في الوقيتات ديال الصيف كيكونوا الرعدات وحنا عندنا في بويبلان الرعدات صعابين بزاف وبالتجربه ديالي انا شفت الرعدات ولا خرجنا ولا جاتنا الرعده وحنا في الواد والواد هو بحال لاغورج يعني ما عندناش فين تلاجات الرعده ما عندناش البلايص فين نهربوا ولا نطلعوا لهم يعني الرعد صعيب بزاف واو وحيت ما كتبش لينا نوصلوا حتى لشلالة غدير سبعة هذه واحدة من الفيديوهات ديال أناس وهو كيمارس الكانيو على ارتفاع 10 متر تقريبا باش على الأقل ناخدوا فكرة على المجال الطبيعي فين كتمارس وكيفاش كيتمارس هاد النشاط وانتوما تبغيو تعيشوا هاد التجربة؟ نخليكم تدوروها في راسكم بينما حنا كتسنانا عائلة بالعيش للغدا نسي جمال ضرب الرعد بزاف وانت لا كاين تحت الرعد الفوق تحت الرعد البيف ايوا دار ربي تاويد الخير لان جمال جات مبيناش الرزق غير كطيح الرعد بعيد كيجي الواد غفله كيجي الواد بعيد داكشي اللي شرحت هذيك تون داكشي اللي شرحت لهم والحمد لله على كل حال الله يرحمنا الله يحفظك حاجه مزيان كلشي بخير مزيان وحدك الحاجه عندنا فين نجلسوا نحيدوا صباطنا لا لا ماشي مشكل ماشي مشكل زيد السي جمال شي معجون هذا الصباح ولا العشيه لا لا هذا الصباح ديال الصباح هي عجنات الصباح وطيبات والحيمة عندهم هنا العنزي هو الحيمة العنزي مرحبا بكم وبطاطا بلادنا الجلبانة بلادنا الكسيفة بلادنا حتى حاجة ما طلبناها من السوق الحمد لله الحمد لله شنو الشهيوات اللي كتقادو هنايا كنقادو الناس وفا كنقادو اللي بغا الناس كنديرو الرفيسة كنديرو الدواز كيما دابا والشلاضة الرفيسة ديال تازة بدلا احنا بالعربيه في الشلحه كنقولوا التريد تريد اي بالفرج البلدي والحلبه والعدس ايوا عندكم شي مناسبه كيفاش كدوزوا العراسات دابا كندوزوا منين ما كاين هذا المرض كندوزوا العراس مزيان كندوزوا السبع مزيان ولاني دابا منين كاين هذا المرض اللي زاد عنده ولده ولا بنته كيعيط غير لخمسه ديال العائله هكا الطبله وصافي ولكن في الوقيته العاديه الوقت العادية كنديرو أسبوع كبير كندفعو كندبحو جوج معزات كنجيبو دجاج كنديرو المناسبة كبيرة إلا كان العرس هكاك دابا اللي عندو بنتو كيصيفطها للكاريط دير العقد وتمشي في الوقيتة العادية الحاجة كيجيو عندك الضياف التوريست كيجيو كيجيو كيباتونا وجاو عندنا من تازة نهار العيد عيدو معانا واحد المفاجأة بحال اليوم دابا منين كنتو نتوما ربي واش هادشي ما شهاكمش انكم تجيو هاد الشهيوات الطبيعيه اللي ما لقينا تلقاوها فشي بلاصه اخرى وحلاوه انك تغدى عند لابيتو ماشي غير ماكله وصافي ماشي غير اغي انك تستريح ما انما هاد البارطاج هاد المشاركه هاد التقاسم معاهم الحديث والعادات ديالهم وحتى هما كيفرحوا بك ومنها كتكون حتى هما حتى هي ساهمتوا في التنميه ديالهم ياك وكلوا وحنا راجعين في حالنا صادفنا نيشان مع واد ايت اسماعيل كيحمل في اتجاه واد تمرغوت وديك الساعات عاد فهمنا علاش انس رفض يطلعنا للشلالات ومن بعد ما حضرنا لهاد الظاهره الطبيعيه لاول مره في حياتنا رجعنا لا فيرم دوت في النازلين وفي النوال المسيره ديالو موجده لينا احسن جليسه على ايقاعات احيدوس ايت واري شرحوا لنا بلي هما كيمثلوا قبيلة اي توارين وهاد التراث كيتوارثوه وكيورثوه من جيل لجيل والشيخ اللي كيشد الايقاع بالبندير هو اللي كيبدا بإزلي او القصيده الاولى باش الفرقه تجاوب معاه والقصايد عندهم كتنوع على حسب المناسبه وحنا اللي عجبنا اكثر فهاد احيدوس هو الروعه في الايقاع وفي الرقصه وحتى من اللبسه ديالهم خاصه بهم وجايه معاهم ماشي
بعد كاع هاد الاكتشافات والمغامرات اللي عشنا كنتمنى نكونوا حمسناكم باش حتى نتوما تزوروا بلادكم. وعلى ايقاعات احدوث اي توارين غنكونوا وصلنا لنهايه السيركوي ديالنا في اقليم تازه. نتلاقاو في بلادنا من هنا 15 يوم مع مجموعه جديده وسط اجواء جديده ومن منطقه اخرى. سيروا الله يمسيكم على خير.